النهارده في حاجات مهمه جدا طبعا عايزين نعملها، واهمها ان احنا نركب الاجهزه ونجمعها تاني تبقى جاهزه للشغل. معايا مصطفى علشان يساعدني في تجميعها. ممدوح، الساعه 3 فعلا المغرب لما نوصل. من المغرب؟ لا، ممكن الطريق ساعة بالكثير. والله ساعة، احنا مش بعيد يعني. احنا هنروح دلوقتي نجيب قطع على الغيار. يشوفوا على طول احسن. انا صوروا، انا اللي في الاول. جمع برنس، جمع كده لحد ما نفتكر حاجة تاني. بس انا ما في احد بلاقي فيه اسمه كده.
زي دي اهي انا جبتها لك اهي يعني هنا دي بنيتين واحده هنا وواحده هنا زي دي كده دي فيها بنيتين اصلا دخل مسمار زي كده تمام عايز تغسل الحمام اهو عشان البتاع الشحم هو طبعا ما انا برضو ايدي عايزه رفس او حاجه زي كده يلا ماشي احنا استهلكنا اليوم كله النهارده في تظبيط الاجهزه الحمد لله احنا عملنا انجاز هايل جدا والاجهزه بقت ممتازه خلاص شغاله وجاهزه للعمل طبعا فاضل بقى تظبيطات بسيطه حاجات بسيطه جدا انا ان شاء الله ابقى اعملها بس للاسف مش هنقدر نعمل حاجات تانيه النهارده انتظرونا في الحلقه القادمه